جلسات اليوم فيها كثير من الجوانب اللي اكتشفت إضاءات مهمة في تاريخ التسامح عند العرب وفي عند الإسلام وقبل الإسلام أيضا. منطقة شبه الجزيرة العربية والمناطق الدول العربية منذ التاريخ شهدت هذا التعايش بين أصحاب مختلف الديانات والمذاهب، فنحن ما نعتبر هذه الثقافة ثقافة غريبة علينا، بالعكس يمكن تكون هي هنا يكون مركز من مراكز التسامح القديمة عندنا في المنطقة. ولكن ما حدث في الآونة الأخيرة أن بعض الأفكار التشددية والتعصبية يعني اتجهت نحو جوانب بعيدة عن مفهوم التسامح وروح الإسلام الحقيقية وروح حتى الأخلاق العربية عند العرب منذ القدم. فهذه الندوة يجب أيضا أن تتبعها ندوات أخرى في أماكن أخرى في رأيي. نحن محتاجين إلى نشر هذه نشر هذا الوعي بأكبر قدر ممكن من أكبر قدر ممكن مستطاع يعني.